جددت مجموعة 30 نائبا من نداء تونس تلويحها بالاستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم نظرا لعدم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي الذي طلبت به الأسبوع الماضي لتعود أزمة نداء تونس إلى الواجهة من جديد. احنا بالنسبه لنا وقت اللي قررنا الاستقاله راهو كنا مجبرين على ذلك باعتبار انه تكلمنا حكينا طلبنا حاولنا انه نقدم حلول حاولنا انه نتنازلوا حاولنا جميع الطرق كانت موجوده، لكن في الاخير في اخر المطاف نلقاو روحنا مجبرين على الاستقاله باعتبار انه الاذان كانت فيما معناها ممسوده معناها ما ثماش حتى اذن تسمع. المجموعة المقابلة التي تتمسك بالهيئة التأسيسية للحزب قللت من أهمية إعلان الاستقالة الجديد متمسكة بعقد مؤتمر للحزب قبل نهاية السنة مع ترك الباب مفتوحا لمبادرات اللحظات الأخيرة قبل التصدع الرسمي للحزب الحاكم وكتلته النيابية. ما كناش ننتظروا أنه يتم التصعيد بالدرجة هذه محاولة جديدة من أجل تقسيم الحزب من أجل إضعاف حركة نداء تونس، وإن شاء الله احنا معملين على مبادرة السيد رئيس الجمهورية اللي مش ينطق عليها إن شاء الله في الأيام المقبلة واللي هي تم طلبها من الطرفين وكذلك من المجتمع المدني ومن الحساسات السياسية الموجودة في البلاد نظرا لأهمية حركة نداء تونس وباعتبارها هي الحزب الأول. ولئن هدد المستقلون بعقد اجتماع المكتب التنفيذي للنداء بمن حذر فإن طرفي الصراع داخل الحزب الحاكم يصران على سعيهما للحفاظ قدر المستطاع على ما تبقى من وحدة الحزب وكتلته البرلمانية. استقالة ثم تعليق للاستقالة قبل التلويح بها مجدداً، موقف تقول مجموعة 30 إنها اضطرت لاتخاذه بعد فشل المبادرات التوافقية، في حين اعتبرت المجموعة المقابلة أن الاستقالة تحولت لورقة ضغط من شأنها التشويش على عمل الحزب. وبين هذا وذاك ينتظر الطرفان آخر مبادرات رئيس الجمهورية لإنقاذ وحدة باتت هشة. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.